75 محاولة انتحار سجلها الشمال السوري في أقل من 10 أشهر لتكون دليلاً دامغاً على سوء الواقع المعيشي في المنطقة. وعلى الرغم من أن 25 محاولة منها باءت بالفشل، إلا أن نجاح الثلثين الآخرين يشكل رقماً كبيراً من شأنه تشجيع عشرات آخرين ممن يعيشون ظروفاً قاسية على اتخاذ قرار مشابه لن تقتصر آثاره على من اتخذه وحسب. وفي الوقت الذي لا يمكن أن يبرر فيه أي تصرف من هذا القبيل لما فيه من إيذاء للنفس والأسرة والمجتمع برمته، لابد من أن يتم البحث في الأسباب والدوافع، إذ يعزو فريق منسقو استجابة سوريا معظمها للظروف المعيشية والإنسانية السيئة التي يمر بها سكان شمال سوريا، مطالباً المنظمات الإنسانية بتأمين المستلزمات الأساسية للأهالي، خاصة في ظل الغلاء الكبير للأسعار وتوفير فرص العمل للشبان للحد من أسباب الانتحار. بسبب منشور على النت يقوم جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام بأشخاص ما معروف قرعة أبون من وين اقتحام البيت وترويع الأطفال والنساء، وهذا الأمر أبو جهل استحى يساويه. وقت اللي قالوا له فوت على الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا لهم بدكم العرب تحكي علي أنه روعت بنات محمد. مراقبون يرون أن انتهاكات ميليشيا الجولاني هي الأخرى تسهم بشكل كبير في تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والفكري، خاصة أنها أنهكت الأهالي بالضرائب والمخالفات والمضايقات، فضلا عن تغييب كل من يعارضها وينتقد أفكارها، الأمر الذي ينعكس سلباً على مدنيين لا سبيل لهم سوى العيش تحت ضنك تلك الميليشيات، ما أسهم أيضاً في ازدياد ظاهرة الانتحار، وهو ما بات يثير قلق السوريين رغم كل التحذيرات والنداءات التي يبدو أنها لن تلقى آذاناً صاغية.